موضوع الاجسام المضاده يا دكتور وحضرتك ذكرتيه وفيما يتعلق بالبلازما بشكل عام هو نوع اخر من الاتجاه للدواء، يعني اهميه ان الناس او المتعافين من فيروس كورونا انه يحصل حملات جديه للتبرع بالبلازما، حضرتك بتشوفيها هي قد ايه مثمره ومفيده في المرحله الحاليه؟ الحقيقه لغايه دلوقتي كل اللي استعملناه نتائج البلازما مبشره جدا، وخاصة ان البلازما بيستعمل كعلاج في الحالات الشديدة او الحالات اللي هي مهددة انها تبقى حالات حرجة او انها تحتاج جهاز تنفس صناعي. والحقيقة كل ما بنستعملها بدري في العيانين دولت بتجيب نتائج كويسة جدا. فاسمحيني من خلال برنامج بتاعك اوجه نداء ورجاء لكل المتعافين من مرض الكورونا ان هم يتوجهوا لبنك الدم، يتبرعوا بالدم. البلازما بتاعته هو مجرد تبرع بالدم، لكن البلازما اللي هناخدها منه ممكن تساعد انها تشفي مريض تاني بالكورونا. طب الدكتور برضو حضرتك، يعني انا بشكرك جدا على توجيه الدعوه من خلالنا وبضم صوتي لصوت حضرتك، بس ربما من بعض الاخبار المتداوله او حد يكون عنده تخوف من ان هو يروح يتبرع بالبلازما او بعض الاشعاعات، فحضرتك تطمنيهم ازاي على يعني انه هذا التبرع قد ايه هو امر ابسط من البساطه، يعني يا ريتنا كلنا كنا نقدر نساهم. يعني حضرتك هي يعني الموضوع بسيط جدا، الموضوع ما بياخدش ربع ساعة، هي مجرد زي تبرع بالدم، هي زي شكة إبرة هيتاخد منه ما يوازي تقريبا كيس دم، والموضوع بسيط جدا ما فيهوش أي حاجة مؤلمة، ما فيهوش أي متاعب أو مضاعفات ليه، بالعكس احنا بنطمن عليه، بنعمل له إعادة فحص تاني للفيروس للاطمئنان، بنعمل له فحص للفيروسات عموما للاطمئنان عليه، فبتبقى فرصة إن هو يطمن على نفسه وفي نفس الوقت يساهم في شفاء مريض تاني، والموضوع لا مؤلم ولا مكلف ولا أي حاجة. طيب تمام، احنا نتمنى يا دكتور ان شاء الله وبنضم صوتنا تاني لصوت حضرتك انه نتمنى وبنناشد جميع المتعافين من فيروس كورونا ان هم يتوجهوا للتبرع بالدم. الموضوع زي ما دكتوره جاهين بتقول هو ربع ساعه مش اكتر، لكن انت ممكن زي ما ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بالشفاء ممكن تساهم في شفاء مريض اخر. طب دكتور خليني نرجع لموضوع الفيروس او متابعه تطور هذا الفيروس المستجد الغريب عن العالم، هل هو فعلا يا دكتور بيطور نفسه وبيحصل له نفس المضاعفات اللي ممكن تكون حصلت للفيروسات الاخرى المتعرف عليها، ام حتى الان ما نقدرش نقول انه هذا الفيروس بياخد نفس الاشكال او بيضعف مع الوقت؟ يعني ايه الجديد في دراسة هذا الفيروس على وجه التحديد؟ هو الحقيقة يعني احنا مشكلتنا مع الفيروس دي ان هو لسه بيطور في نفسه للأسف، يعني في اكتر من طفرة جدت عليه عن الطفرة الاولانية، في مكتشف منه لغاية دلوقتي رسميا يعني في ثلاثة سترينز، ثلاث فصائل من الفيروس، وفي كل فيروس وكل سترين منهم او فصيلة ليها اكتر من صف فصيلة تانية، فالحقيقه الفيروس في حاله تطوير لنفسه، يمكن علشان كده مش قادرين نقضي عليه لغايه دلوقتي. احنا عندنا في مصر لغايه دلوقتي فصلنا نوعين من الفيروسات او فصيلتين من الفيروسات، ودول اللي تم فصلهم من المرضى عندنا في مصر. يعني احنا كمصريين يا دكتور، انا اسفه مش قصدي اقطع كلام حضرتك بعتذر، ولكن احنا كمصريين اصبنا بنوعين من التطور اللي حصل لهذا الفيروس. في فصيلتين في فصيلتين تم فصيلتين من الفيروس تم فصلهم من المرضى المصابين بالكورونا ده لغايه دلوقتي. وبره اعلنوا عن ثلاث فصائل رئيسيه وفي فصائل فرعيه كمان ليهم. هل ممكن نقدر نقول يا دكتور امتى هيتم او امتى هيصل هذا الفيروس لمرحله الضعف، او امتى كمان احنا مع ضعف هذا الفيروس او قوته نقول احنا في مرحله الذروه؟ حضرتك بالنسبة لمرحلة ضعف الفيروس احنا ما نقدرش نحكم عليها دلوقتي الا لما تبتدي معدلات الإصابة على مستوى العالم كله تقل، فنبتدي نقول ان فعلا حصل ابتدى يحصل ضعف للفيروس او قدرته على العدوى بتقل. بالنسبة لينا احنا ما نقدرش برضو نقول احنا امتى وصلنا للذروة طول ما الاعداد بتزيد. احنا امتى هنحدد ان احنا وصلنا للذروة وابتدى الكيرف ينزل تاني؟ ان احنا الاعداد تقف عند حد معين وتبتدي الاعداد تقل، فنقول ان احنا الجزء اللي فات دوت اللي كنا فيه الاعداد زياده هو ده الذروه بتاعتنا، لكن طول ما الاعداد لسه في تزايد للاسف زي ما حضرتك شايفه في الايام اللي فاتت، فاحنا لسه ما نقدرش نعتبر ان احنا وصلنا للذروه
الا لما تبتدي الاعداد تقل تاني.